يمكن زي ما سمعنا كل ما دار بالأمس كلها أفكار بتؤكد أن مصر دولة كبيرة لديها الإمكانيات، لكن تحتاج إلى إعادة تنظيم ما تمتلك من أجل تعزيز الاستفادة القصوى بهذه الإمكانيات لجذب مزيد من الاستثمارات سواء كانت السياحية أو أيضا الاقتصادية. كمان كان في مشاركة مهمة من كل الأحزاب في جلسات الحوار الوطني اللي يعني تمت على مدار الجلستين التي انعقدت بالأمس وأول الأسبوع، ويمكن في المحاور الثلاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية. دلوقتي معنا لقاء آخر هام مع الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، تعالوا نتابع هذا اللقاء. احنا مقدمين ورقة كاملة في حزب الجيل الديمقراطي في هذه اللجنة المنبثقة على المحور الاقتصادي، وجميل جدا ان المحور الاقتصادي يهتم بادراج موضوع العداله الاجتماعيه ضمن الموضوعات والتمانين اللي بتناقش فيه. واحنا مبنيين ورقتنا على البناء على 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 الطريقه على الدعم الهائل اللي يقدمه الرئيس السيسي من منظومه الحمايه الاجتماعيه للمهمشين والفقراء ومحدودي الدخل في البلاد. على مدى 10 سنوات عملنا مظلة جيدة جدا من الحماية الاجتماعية لهؤلاء الناس. احنا محتاجين نستكمل نبني على هذه المظلة ونتوسع فيها. احنا بنتكلم في حزب الجيل من خلال ورقتنا اللي هيقول ملخص لها في 4 دقائق حوالين دعم المواصلات العامة، لان هي وسيلة مواصلات هؤلاء الناس الفقراء والمهمشين ومحدود الدخل والغلابة في مصر. وبنرى ان احنا لابد ان احنا يكون في نوع من الدعم ومزيد من القرارات الحمائية الاجتماعية لهؤلاء الناس لكي يستطيعوا أن يتغلبوا على مشاكل الغلاء والتضخم.